برعاية كريمة من سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة حفظها الله، أقام الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية مهرجان دق الحب تحت عنوان جدر وملاس، وذلك بمناسبة قدوم شهر رمضان. لزمن الأجداد والعادات القديمة نكهة أخرى لا زالت عالقة في ذهن كل من عاصر الزمن القديم وعاش تفاصيله، فأصبحت ذكريات يتغنى بها الأجيال. فمع قرب شهر رمضان قام الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية مهرجان دق الحب، والمقصود به حب الهريس، كما في السابق يجهز الحب لإعداد الهريس في شهر رمضان. من تراثنا في البحرين الاستعداد لشهر رمضان المبارك، ونادي صاحبات الأعمال والمهن العالمي في هذا العام ارتأى اختيار موضوع للاحتفال برمضان وهو دق الحب، وهي عادة قديمة يتم فيها الاستعداد للحب اللي يستخدم في طبخ الهريس. لا شك أن النادي مر في مراحل كثيرة في التأسيس، واليوم احنا فخورين ان نقول اصحاب الحاضنات صار عندهم مستوى من الثقة بالنفس ان يكونون معتمدين على نفسهم. الليلة يعني احنا قاعدين نشارك صاحبات المهن والاعمال البحريني من مملكة البحرين برئاسة الشيخة هند الخليفة. أنا ترأس الاتحاد الكويتي لصاحبات المهن، فإحنا مشاركة بين اتحادين بهذه المهرجان يعني، ويسعدنا نكون إحنا كذا كويتية موجودة معنا اليوم نشارك أخواتنا البحرينيات في هذا الاحتفالية. حب الهريس يمر بمراحل عديدة يقمن النساء البحرينيات بها حتى الوصول لمرحلة دق الحب، ليكون طبق الهريس متربعا على مائدة الإفطار في شهر رمضان. يشيلون الحب، يأخذون هذا المنير ويقصونه ويجيبونه في جهة ويحطونه على أسفار، ويأخذون لهم قوافيد ويطقون الحب ويفصلون الحب عن قشوره. هناك وهم يحصدون لأقاني، وهني وهم يطقونه ويفصلون عن قشوره لأقاني. هذه زراعة الحب حصاده. اي نحن مسوين أكبر جدل هريس، ومسوين جدور صغار نوزعهم على الناس، وعندنا احتفالية ويايبين فرقة شعبية بس تغني بموضوع دق الحب. دق الحب يعتبر من المهن الشعبية التي ارتبطت بأهازيج معينة أو ما تعرف باسم أغاني العمل، حيث كانت النساء قديما يطلقنها وهن يباشرن عملهن. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.